مراسل شبكة شام الإخبارية أبو يزن، مرحبا بك. أهلا بك أستاذي. أبو يزن، بداية أطلعنا على نسبة سيطرة الثوار على محيط سجن حلب، وهل ما زالت الاشتباكات مستمرة هناك؟ نعم، الاشتباكات مستمرة منذ 72 ساعة بعد أن تمكن الثوار من السيطرة على عدة نقاط مهمة استراتيجية نسبة 70%، منها تلة آكوب المجاورة تماما لمخيم حندرات والبعيدة قليلا عن أماكن تجمع النظام في منطقة سيفاب. تجي الآن اشتباكات قوية هناك، حيث تمكن الثوار من قتل ما لا يقل عن 13 عنصرا اليوم بعد استهداف أماكن تجمعهم بمدفع محلي تقدم أن السجل المركزي إلى قرية حندرات إلى سيفاب كي يصل إلى نبلة والزهراء، لكن الثوار تصد له في هذه المنطقة. يحاول النظام الضغط ليس فقط على هذه الجبهة، الضغط على كافة خواصر جبهات الجيش الحر في مدينة حلب. يركز في الآونة الأخيرة على منطقة حلب القديمة بانطاكيا، منطقة السبع بحرات. ضرب غاز ديكلور منذ حوالي 48 ساعة على منطقة مجاورة لمن السبع بحرات، هذه المرة الثالثة التي يستهدف بها النظام هذه المنطقة، مع أن هذا الغاز محرم دوليا حسب الشرائع القانونية في منظمة الأمم المتحدة. أبو يزن، ما حصيلة استهداف تلك المنطقة بالغازات بغاز الكلور؟ نعم، هذه المنطقة استهدفت قبل بغاز الكلور قرب السبع بحرات بعد أن تمكن الثوار من استهداف أماكنهم. على ما يبدو كان بين قتل فقام استهداف تلك المنطقة بغاز الكلور،